خليني الأول أقرأ لحضراتكم البيان الصادر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص المباراة النهائية لدوري الأبطال. أقرأ لأنه الحقيقة هذا البيان به عوار شديد وكبير، ويعني مش عايز أقول حاجة تانية، ولكن خلينا أقرأ بس مع حضراتكم البيان. البيان بيقول إيه حضراتكم؟ إنه هاتولي بيان الشباب لو سمحتوا، لو جاهز عاكو لغاية لما يحضروا لي البيان. البيان في مجمله مكتوب فيه فقرتين. الفقرة الأولانية بيقول أن المباراة النهائية في دوري الأبطال هتلعب في استاد أو في ملعب مركب محمد الخامس يوم 30 مايو. خلاص؟ طيب الفقرة الثانية بتقول إيه؟ أو الفقرة الأخيرة آخر سطرين بتقول إيه؟ إنه سوف يتم دراسة أن تكون مباريات دوري الأبطال أو نهائي دوري الأبطال يرجع مرة تانية يبقى مباراتين. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. أنا مش فاهم حاجة من البيان ده إطلاقاً. البيان ده أنا مش فاهم منه حاجة. اللي فاهم البيان ده يقوله لي. اللي إحنا فاهمينه إن المباراة النهائية هتلعب يوم 30 مايو في مركب محمد الخامس. ولا سيتم أو لسه هيبقى فيه كلام، محدش عارف إن تبقى المباراة مباراتين. ولا ده هيبقى بداية بالسنة اللي جاية؟ كلام كتير في هذا الأمر الحقيقة مش عايز أتكلم فيه، ولكن اللي عايز أتكلم فيه أكتر وأكتر أن هل كان هناك وعد لنادي معين بعينه في القارة الأفريقية أنه سوف يتم هنخليك تكسب بطولة كاس دوري أبطال إفريقيا في وقت من الأوقات؟ هل كان الوعد ده موجود وبيتم تنفيذه الآن؟ أنا الحقيقة مش عارف، لأنه البيان الصادر بعد كل الكلام اللي احنا بنقوله، وبعد كل الكلام مش اللي إسلام الشاطر بيقوله ولا جمهور النادي الأهلي بيقوله ولا مجلس إدارة النادي الأهلي بيقوله، ولكن الكلام الصادر من كل أفريقيا أو من كل واحد عاقل وعنده منطق. هل وعايز أرجع مع حضراتكم بالذاكرة لسنة 2005. في 2005 فاز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقي. جه النادي الأهلي في 2006 فاز ببطولة دوري أبطال إفريقي. في 2007 أنا عايز بس الجيل ده يتذكر، الأجيال اللي حضرت هذه السنين مشجعين للنادي الأهلي يفتكروا. في 2005 خدنا البطولة، في 2006 خدنا البطولة، في 2007 وكانت ستكون المرة الثالثة على التوالي للنادي الأهلي ولأول مرة في سابقة تاريخية أن يفوز نادي بثلاث بطولات إفريقية ورا بعض. إيه اللي حصل في 2007؟ للجيل اللي بيتذكر هذه المباراة، يعني أنا كنت أتشرف أن أنا موجود في هذه المباراة ذهابا وإيابا. كنت موجود في 5 و6 و7. ففي 7 إيه اللي حصل لو تتذكروا؟ المباراة الأولى في سوسة في تونس، لما محمد بركات المباراة اللعبة دي كانت قدامي، كانت قدام عيني أنا تحديدا. محمد بركات راح ورقص اللاعب، واللاعب شنكل محمد بركات، وكان من المفترض أنها تحتسب ضرب الجزاء. الحكم صفر وادى البركات إنذار، وكان الإنذار الثاني وما لعبش مباراة العودة، وحسبها ضربة حرة غير مباشرة على بركات. دي كانت المباراة الأولى. يعني بلغة الكرة اللعيب ده موت بركات، والحكم قال إن بركات بيمثل. تمام. وتعادلنا في المباراة اللي هناك، 0-0. خلاص؟ طيب. جينا في المباراة التانية، ده في 2007. جينا في المباراة التانية كانت في القاهرة، وكان الحكم الدولي كابتن عبد الرحيم العرجون في ذلك الوقت هو حكم المباراة. وإيه اللي حصل؟ كابتن عبد الرحيم العرجون كان احمد شديد قناوي بيلعب باك ليفت في هذه المباراه، وكان له ضربتي جزاء. محمد ابو تريكه كان له ضربه جزاء في هذه المباراه، والمباراه دي انتهت بعد طرد عماد النحاس 3-1 لفريق النجم الساحلي في ذلك الوقت. احنا جبنا جون وقام رايح طرد عماد النحاس ودخل فينا الثاني والثالث.
افتكروا بس ليه كل الفيلم ده. بعد كده عبد الحميد عرجون ما سمعناش عنه غير ان هو بيعتزل بعدها بسنه ولا بسنتين، اعتزل التحكيم تماما. ورجعنا في 2008 ضد القطن الكاميروني في الكاميرون، خدنا البطوله. افتكروا بس الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. طب انا بقول ليه الكلام ده دلوقتي؟ بقوله لانه النادي الاهلي فاز بالبطوله رقم 9، اهلي وزمالك القاضية ممكن 2020، البطولة العشرة، البطولة العشرة 2021، 4-0 في النهائي أمام كايزر تشيفز في السنة اللي فاتت. ثم الأهلي على أعتاب أن يصل للمباراة النهائية النهاردة أو في هذه البطولة، لسه طبعا مباراة، كسبت المباراة الأولى 4-0 والمباراة الثانية هتبقى في الجزائر كمان كام يوم. فايه اللي يحصل؟ ها قولوا انتوا بقى. لانه من الممكن جدا ان يكون هناك، او انا بفكر، انا قاعد، انا راجل اهلاوي وقاعد بفكر، هل من الممكن ان يكون هناك وعد خده فريق معين بيتم تنفيذه على حساب النادي الاهلي دلوقتي؟ مش هيعرف يكسب بره فبيودوا له المطوشه على ارضه مثلا. انا بفكر مع حضراتكم، هل ده ممكن؟ هل الموضوع وعدم التنظيم وعدم الوضوح ده اللي انا اقدر اقوله وانا على الشاشه؟ عدم التنظيم وعدم الوضوح يوصلنا لكده؟